السلام عليكم ابنائنا وبناتنا طلاب الصف الثاني الثانوي ومع ماده الكيمستري. زي النهارده هنحدد بوزيشن بتاع النون ميتال. فايند ذا بوزيشن اوف نون ميتالز ان بريدكتيبل. احنا عندنا يا شباب في التيبل كله 11 اليمنت نوعهم نون ميتالز. معايا واحد اسمه هيدروجين. الهيدروجين ده في جروب 1 a وعندنا جروب 2 a وجروب 3 a مفهومش نون ميتالز خالص. تاني يا مستر جروب a و a جروب 2 a وجروب 3A مفهومش نون ميتالز خالص. النون ميتالز هنا مفيش. جروب اللي هو 2A و3A مفيش نون ميتالز خالص. تبدأ النون ميتالز تظهر واحد بس في 4A اللي هو الكربون. عندنا 2 في 5A اللي هو النيتروجين والفوسفورس. عندنا 3 elements من نوعهم نون ميتالز in جروب 6A اللي هو الأكسجين والسلفر والسيلينيوم. عندنا 4 elements نوعها ايه نون ميتالز في جروب 7A اللي هو الفلورين والكلورين والبرومين والايودين. ايه اللي لاحظناه يا شباب؟ ان النون ميتالز بتاعتي بيحصل لهم انكريز فروم ليفت تو رايت. يعني بعد ما كان هنا عندي 1 ان جروب 1A و1 ان 4A اول هنا يبدا يزيد النون ميتالز عددهم يحصل له انكريز. بص هنا ال 5A بيجيهم فيهم كام؟ 2. ال 6A بيجيهم فيهم كام؟ 3 element. هنا في 4 element. انا ساعات في الامتحان بيديني اللاست الكترون يعني البي 5 بس وبيقول لي ده ايه البي 5 ده هل نون ميتالز ولا لا. يبقى اديني ذا لاست الكترون ان اوتر ليفل. ذا لاست الكترون ان اوتر ليفل وعاوز يعرف ده نون ميتالز ولا لا. اخد لي بالي من شيء قبل ما اتكلم عن الموضوع ده، ان انت عندك الفيرست بيريود ما فيهاش نون ميتالز غير واحد بس. هنا ده السكند بيريود، ده الثيرد بيريود، ده الفورث بيريود، ده الفيفث بيريود. لاحظ ان البي 5 ده الجروب ده مفيش عندي بي 5 في الفيرست بيريود. تبدا من اول سكند بيريود. نفس الفكره البي 4 والبي 3 والبي 2 والبي 1 يعني مفيش بي خالص يا مستر في الفيرست بيريود. لا كده معناها ان مفيش حاجه اسمها 1 بي. 1 بي ده مش موجود معانا يا شباب. تمام، احنا بيبدا عندنا من اول ايه 2 بي وعندنا بقى كده ايه 3 بي بقى كده مين ال 4 بي بقى كده مين ال 5 بي. ايه اللي لاحظناه؟ ان انا عندي البي يبدا من second period, third period, fourth period, fifth period. يبقى النون ميتالز الوحيد اللي عايش في الاس هو الهيدروجين، والباقي ده النون ميتالز اللي عايشين فين؟ في البي بلوك. بس مفيش 1 بي، يعني عندي تبدا من ال 2 بي فكده من ال 2 بي لحد ال 5 بي. برضه افهم من كده ان انا ما عنديش نون ميتالز فين؟ في ال 6 بي. مش موجود نون ميتالز فين؟ في البيريود اللي هي السته. يبقى ال 6 بيريود او اللي هي ال 6 بي بلوك مفيش ايه نون ميتال، ولا ال 7 بي. يبقى ال 7 بي بلوك يعني عندي كده ال 7 بيريود وال 6 بيريود مش موجود فيهم ايه اي نون ميتالز. النون ميتالز اخرها ال 5 بي، اخرها فين؟ ال 5 بي. افهم من كده ان انا عندي النون ميتالز تنحصر من اول ال 2 بي لحد ال 5 بي. طيب لو لاحظنا ان البي لو شايله 5 محتمل عندي يبقى 2 بي 5 و 3 بي 5 وال 4 بي 5 وال 6 بي 5. يعني محتمل عندي ال 2 بي 5 وال 3 بي 5 وال 4 بي 5 وال 5 بي 5. يعني ايه؟ الفلورين عايش معاه، خلي بالكم الفلورين معاه بي 5 و 2. يبقى الفلورين معاه بي 5 وفي البيريود الثانيه يبقى 2 بي 5 يبقى ده الفلورين، 3 بي 5 يبقى ده الكلورين، 4 بي 5 يبقى ده البرومين، 5 بي 5 يبقى ده الايودين. طيب هنا الاكسجين لو البي معاه 4 يبقى واحد من دول بس هيكون 2 بي 4 هو الاكسجين، 3 بي 4 هو مين؟ سلفر. انا بقول 3 بي يبقى كده احط ال 4 تديني مين؟ السلفر. 4 بي 4 السيلينيوم. مفيش 5 بي 4، مفيش هنا اي نون ميتال. هيكون ايه ده؟ هيكون ميتالويد زي ما هنعرف بعد شويه. طب 2 بي 3 يبقى النيتروجين، 3 بي 3 هاخد ال 3 هنا يبقى ايه؟ الفوسفورس. يبقى احط ال 3 بتاعه الفوسفورس علشان الجروب انتوا عارفين ان انت بتعمل صم بين الاس والبي او الصم بين الاس والبي، الصم بين البي والاس. بالنسبه للكربون هنا هيكون ايه؟ 2 بي 2 هيديني الكربون، مفيش 3 بي 2 ومفيش 4 بي 2 ومفيش 5 بي 2. وبالنسبه للبي 1 مفيش حاجه اسمها 2 بي 1 نون ميتال ولا 3 بي 1 نون ميتال ولا 4 بي 1 نون ميتال ولا 5 بي 1 نون ميتال. ده يا مستر هو مين اللي هيكون بعد دول؟ هيكون عندك ميتالويد. هيكون عندك ايه؟ ميتالويد. يعني هنا هيتحط ميتالويد اللي هو الاي تي هيبقى مين؟ ميتالويد.
يبقى انا اقدر اقول هنا ان ده هنا مين؟ ميتالويد. دايما اللي بيعمل كلوز على النون ميتال هو الميتالويد، يبقى ده مين ده؟ ميتالويد. او ممكن تقول ان اللي بعد النون ميتال هيكون ميتالويد، يبقى هنا برضه هيكون ايه؟ ميتالويد، وهنا برضه هيكون ايه؟ ميتالويد، وهنا هيكون ايه؟ ميتالويد. بس اللي هتلاحظه ايه؟ ان الميتالويد هيتكرر في جروب اللي هو الفور ايه والفايف ايه مرتين، يعني ميتالويد هنا ويجي برضه هنا ايه؟ ميتالويد، ودي اللي بالنا، وهنا يكون برضه ايه؟ ميتالويد. ايه اللي لاحظناه؟ ان الجروب الفور ايه والفايف ايه الميتالويد بيتكرر فيهم مرتين. يبقى تاني جروب 4A و5A النون ميتال بيتكرر مرتين، الميتالويد بيتكرر مرتين، وفي عندي ميتالويد هنا في جروب B1 من أول مرة، يعني مفيش نون ميتال، دي يبدأ بالميتالويد على طول. هنا بعد ما خلص النون ميتال ظهر الميتالويد، بعد ما خلص النون ميتال ظهر الميتالويد، بس ظهر هنا مرتين وهنا ظهر مرتين. هنا الميتالويد ظهر مرة واحدة وهنا الميتالويد ظهر مرة واحدة، وبالتالي كده أنت عندك الميتالويد هيطلع لك كام؟ 7 element نوعهم ميتالويد. ادي ايه 1 2 3 4 5 6 7. طب ايه الباقي ده يا مستر؟ الباقي ده يا مستر وده وده، كل ده هيكون ايه؟ لو في حد هنا هيكون ميتالز. يا رب يكون وضحت فكره النون ميتالز اماكنهم فين. وبالتالي ناخد كده اكزامبل سريع. لو اعطاني مثلا 3B5، 3B5 ده تبع مين؟ اولا ال 3 دي بتحدد البيريود، يبقى انت كده عايش في البيريود دي، وبي 5 يبقى البي اللي شايله ايه؟ 5. يبقى B5 هنا، يبقى انت هتمشي كده لحد توصل لده، يبقى ده تبع مين؟ تبع النون ميتالز. يبقى نوع التايب بتاعه ده ايه؟ تايب اوف اليمنت هيكون نون ميتالز. عشان ارتاح من الموضوع ده هنهي باللي بدأنا بيه، ان النون ميتالز بالنسبة للبي 5 لو البي شايله 5 يبقى معاك 4 نون ميتالز، لو البي شايله 4 يبقى معاك 3 نون ميتالز ان ذا سيم جروب، لو ال B up 3 يبقى معاك 2 non metals، لو ال B شايلة 2 يبقى معاك 1 non metals، لو ال B شايلة 1 no non metals، والجروب 1A اللي هناك الهيدروجين بس هو اللي فيه non metal. يا رب يكون فهمنا الموضوع ده كويس. شكرا لكم وحسن الاستماع، وتابعونا في فيديوهات قادمة من شرح كيمستري لطلاب الصف الثاني الثانوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What?